السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه وكتجي معلكه، ونتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. عندي هنايا بمقادير اللي هي بسيطه، كيف كتشوفوا معايا عندي كاس ديال السكر سنيده ما عامرش بزاف، كاس ديال اللوز اللي سخنته واحد شويه في مقله وطحنته، كاس ديال الكوك اللي محمر وما نحمروش بزاف باش ما يعطيناش المروره، كاس الزيت، ربعه البيضات، واحد اليوغورت ديال الفاني، خمسه الحبات ديال التمر اللي مقطعتهم رقاق، عندي واحد المعلقه ديال الشوكولاط فيرميسيل، وساشيه ديال الخميره ديال الحلوه ديال 16 غرام، وعندي كاس ديال الدقيق ديال القمح. كيف كتشوفوا معايا، ملي خلط داك الخليط مزيان ديال البيض والسكر سنيده، كنزيد عليهم داك الكاس ديال الزيت، وفي نفس الوقت وانا كنخلط حتى كنكملو. صافي، هنايا غادي نزيدو داك الكاس ديال الكوك مع الكاس ديال اللوز، وغادي نزيد عليهم واحد راس معلقه ديال القرفه اللي كتبقى اختياريه، ولكن راه كتعطي واحد البنه اللي زوينه لهاد الكيكه. صافي، وغادي نبقاو نزيدو المقادير اللي بقاو عندنا بشويه بشويه، وحنا كنخلطو في نفس الوقت. المهم هنايا على فكره اللي باغي يدير واحد ساشي ديال الفاني ديرها، انا كانت ما بقاتش عندي، صافي ما درتها. صافي، هنايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل اللي نسيت ما ذكرتهاش لكم في المقادير. صافي، وغادي نخلطوا هاد المقادير اللي عندنا مزيان، راه ما كتهزش لينا الدقيق بزاف مع داك الكوك واللوز. صافي، غادي ندير كاس ديال الدقيق ديال القمح،
صافي. ملي كنخلطوا الخليط ديالنا كامل كيف كتشوفوا معايا، خديت ديك المعلقه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولاته اللي درتها في واحد شويه ديال الدقيق، وخلطتها مع الخليط ديال الكيكه اللي كيصبح على هذا القوام بحال هكا كيف كتشوفوا. صافي، وخديت المول اللي دهنته بالزبده والطحين من قبل، وغادي نقب فيه هذا الخليط ديال الكيكه اللي عندنا. صافي، هنايا كيف كتشوفوا معايا ها هي الكيكه ديالنا طابت، راه ما كتاخذش لينا شي وقت طويل، راه دغيا كتوجد كتجي محمره على هذا الشكل. انا راه فات لي واحد شويه في الطياب ولكن معليش. صافي، هنايا انا غندهنها بشويه ديال لاصوص ديال الشوكولات، وكل واحد يدهن على حسب الذوق ديالو والاختيار، اللي باغي يدهنها بشويه ديال العسل او كونفيتير، كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. المهم غادي نزينها بواحد شويه ديال اللوز كونكاسي او كوك، كل واحد والاختيار تاعو. صافي، هنايا كيف كتشوفوا معايا ها هو الشكل ديالها كيف كيجي. غنقسم معكم واحد الطريف، واخا بقى انا سخونه كتجي زوينه وكتجي معلكه من الداخل، واكثر هي اللي بردات درناها في الثلاجه تبرد كتجي رائعه. المهم هانتوما كيف كتشوفوا معايا العلو ديالها قداش كتجي، نتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتردوا عليا، وانا اكيده بانها غادي تعجبكم، كتعجب الكبار والصغار، ومغذيه كنعرفوا بان فيها التمر واللوز. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، والى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايك ومن البارتاج، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.